فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم واحد صباح النور. كي دايرين؟ كنتمنى ان شاء الله فيديو اليوم يلقاكم بصحه وسلام باذن الله. هنا قبل ما ان شاء الله نبدا الفيديو، اول حاجه هي كنشكر كاع جميع الاخوات اللي اتصلوا بي عبر الانستغرام وخلوا لي ميساج، شافوني منين ما حطيت الفيديو هذيك 10 ايام ولا اكثر، كيسولوا عليا. كنقول لكم شكرا، جزاكم الله خيرا. في حقيقة أنا كنت عيانة، كتعرفوا صحاب السكر مرة هكا مرة هكا، رغم أنني أنا يعني محافظة على ما تنكلش الحلويات، ما كنكلش السكريات، دايرة ريجيم يعني يومي، يعني ما تنبدلش الأكل ديالي. رغم هكا كطلع لي بزاف السكر، و في حقيقة أسبوع كامل وأنا شادة الفراش، ودابا ان شاء الله الحمد لله عاد نات شويه وبديت رجعت الحياه ديالي اليوميه. وقلت غنشارك معكم ان شاء الله هذا الفيديو هذا اللي هو خفيف ظريف. كي تتعرفوا ملي كتكون الام مريضه ولا مسافره، ملي كتنوضي تترجعي تلقاي كلشي تيتسناك، الروينه في الدار كلشي. سو اول حاجه درتها انا قطعت النعناع، لقيت هاد الوريدات مساكن كبروا حتى هما يا مع هذا تينوضوا تيطيحوا. هاد الورد البلدي حتى هو يا كي شفتو معايا صافي بغى يطيح، مع تتكون الشتا عندنا بالليل صافي بغى هذا يطيح. قلت غنقطعهم ان شاء الله باش نكرموا نديروا به اتاي، والوريدات الاخرين ان شاء الله غنصوبهم في فاز ونديرهم على الدار كلها وفي الحمامات وداك الشيء، باش ان شاء الله في اي بيت ولا اي ركن في الدار فين ما مشينا غادي نلقاو ان شاء الله وريدات كاينين. صافي هنايا الشيء اللي كندير، قطعت كلشي. هاد الوريدات قطعت لهم غير الراس الفوقاني لان بغيت ان شاء الله نديرهم في الديهايدريتور، غادي نكرمهم وكنديرهم في قرعه وكنخليهم لتزيين البسطيله، كنخليهم كنديروا بهم اتاي ديال الورد. مشاركه معكم من قبل كيفاش كندير ليه وكلشي، وان شاء الله ماشي في هذا الفيديو، حتى الفيديو القادم اللي نبغي نصاوبو لان دابا لقيتهم فازقين، غادي نحلهم ان شاء الله ونخليهم يباتوا هكا كي تقطروا من الماء عاد ان شاء الله غنخدمهم. صافي هنا بديت كنجيب لي فاز وصيفط هنا بنتي تخرج ليا تجيب ليا من الكراج واحد الفازات اخرين صغيورين باش نفرق ان شاء الله ندير لهم في بيوتات النعاس ديالهم، واخا غير وريده وريده لواحد، ونصاوب ان شاء الله فاز كبير اللي غيكون عندنا في الطبله ديال المطبخ هنا، لان تما فين تنكونوا بزاف باش تكون عاطيه العين تمتعوا بها، يعني فين ما دزنا راه حنا كنشوفوا فيها. صافي انتم كي تشوفوا معايا جا ما شاء الله غزال 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 بزاف، وسبحان الله هذا الورد هذا دغيا كيطيح الا خليته ما قطعتوش، صافي غادي يطيح وما تينوطش ليا دغيا، غيبقى دابا حتى العام الجاي. صافي الفاز ديالنا جا هو هذا كي تشوفوا، درت خليط ما بين الورد البلدي داك الغوز وداك الغوز الداكن والبيض، يعني ثلاثه الانواع هنا ديال الورد عندي، وان شاء الله دابا هنايا غندوزو. كما قلت لكم بعد العيا وداك الشيء مشيت تقديت، ما شاركتش معكم ملي كنت في سامس لان كي تتعرفوا ما كنديرش هذيك الريجستر، ما كنمشيش عند الكاشير باش نخلص، كنخلص كل شيء من تليفوني، دونك كنت خدامه به، يعني كنهز الحاجه وكنسكانيها في التليفون وكنخرج ديريكت. صافي هنايا جبت معايا البيض، هاد البيض هذا عند سامس تا هو زوين كيج فري، يعني راعي على برا ماشي داك اللي تيكون محبوس الدجاج محبوس وداك الشيء. هنا الحليب كان شريت 3 يترو، ومع التارو تيبقى شاد ليا البلاصه في الثلاجه، قلت غادي نديرتو فقسمته بحال هكا في قراعي. جبت هاد المنظمات اللي خاويين عندي بحال هكا، فين ما كتخوى شي منظمه كنغسلها ونحطها في الكراج، ومني كنبدا نتقدى بحال هكا تندخلهم وكنبدا نعاود نعمر فيهم. صافي هنا حطيت الحليب وحطيت الماء، هذا داك سباركلين ورا ديال الحامض، حيت حنا ما كنشربوش دابا المناضه، تيكون عندنا هذا الماء اللي كنشربوه بزاف. وغندوز دابا ان شاء الله غادي نبدا نستف في الخضره اللي جبت. انا كنت مصوبه لا ليست فين ما كتقاد شي حاجه تنكتبها، صافي ملي كنمشي كنجيب داك الشيء اللي خاصني.
بحال دابا ما جبت البطاطا، ما جبت بزاف د الحوايج لانهم كاينين عندي، جبت غير داكشي اللي خاص. هنا جبت الحامض البلدي والحامض داك الصفر العادي، كنستعملهم بزاف في العصير. وهنايا خديت هاد المجرده، قديت فيه لي فرماج داكشي تاع الفطور، الزبده وداك الحمص والكريم تشيز فيلادلفيا. وهنايا داك الامريكان تنشري كبير، قطعته حتى هو على الشكل هكا باش نبقى ناخذ مثلا ميكا تنديروها في طاسه ديال الدجاج، وملي كتسالي كنجبدوا ميكا اخرى باش هكا الدراري ما كيخسروش. صافي الكريم تشيز هنا شريناه، ولقيت باقا عندي هذه كانت قديمه قلت غنستعملها، وهاد الزبده هذه الاخرى اللي شاطت عندي غنخرجها ان شاء الله للثلاجه حتى هي ديال الكراج. هنايا دخلنا دابا الكرتونات فين درت الخضره كي تشوفوا معايا. هذا هادي ديال الفرماج كناخذ ديما من هاد لاطا، غادي نديرها ان شاء الله مع داكشي تاع الفطور في المجر تاع الفطور. وغندوز دابا ان شاء الله غادي نبدا نستف الخضره في هاد المنظمات هادو، هكا تيجيني انا ساهل. الثلاجه كتبقى ديما نقيه وديما كتشوف في شنو اللي عندك شنو اللي ما عندكش، كيجي بهاد الطريقه هكا مزيانه. ديما انا كنخدم بحال هكا ملي كنت صغيره، تعجبني النظام سبحان الله العظيم. هكا كبرت حتى ولادي الحمد لله. صافي هنا خديت طاسه ديال الدجاج، انا عندي هاد الفطر ما كنغسلوش، كاينين الناس اللي كيغسلو، انا الخضره ما كنغسلهاش، كنجيبها بيو وكنديرها بهكا في طاسه تاع الدجاج وداكشي، وكنسد عليهم كي تشوفوها. تندير هاد اللي تيكونوا الغلايق فيهم هادو، ما كتدخل لهم لا ريحه لا حتى شي حاجه، كنفرش لهم داك القاعد ديال المطبخ. صافي وكيبقاو مزيانين. هنا عندي كذلك الباك تشوي، هذا الكروم ديال الشينوا، الا لقيتوه واخا شويه داير الثمن زوين بزاف، راه هو طالع في عفوا في الفيتامين سي. صافي هنا عندي وحده اللي كانت مبديه خليتها ابار، وحليت هذه الجديده اللي شريت هي اللي غندير ان شاء الله في الطاسه، والاخرى ان شاء الله راه غادي نديروها اليوم احنا ان شاء الله العشاء داكشي اللي بقى. صافي هنايا كي تشوفوا معايا اي حاجه درتها في الطاسه ديالتها كنسدها، وداكشي اللي خوا حاطه حدايا واحد الطارو كندير فيه دوك الكرتونات ودوك البلاستيكات باش هكا ملي نسالي انا التنظيم ديالي ما نلقاش الكوزينه ديالتي مرونه. صافي غندير ان شاء الله هاد جوج طاسات الثلاجه، ونجبد وحدين اخرين باش نعمرهم كذلك. هنا نفس الشيء عندي هنايا البراس سبراوت لي شو دو بروكسل، غادي ندير ان شاء الله هذاك الجديد لتحت، وهذيك الميكا اللي بقى عندي في هذاك الشويه غادي نديرو من الفوق. هنا غير بغيت نقول البنات انا كنشري الخضره بزاف، لان حنا الخضره يوميا كنديرها في الغداء وفي العشاء، كندير لاطا ديال الخضره يوميا في الفران، يعني هذه حنا عندنا اوبليجي، ما ناكلوش الخبز ما ناكلوش بزاف الحوايج، ولكن الخضره اوبليجي، داكشي علاش كنشريها. الا ما كنتو مثلا العائله ما كتستهلكش الخضره بزاف، ناخذو غير شويه شويه. هنا عندي الكرافس كي تشوفوا معايا، دوك جوج جداد درتهم لتحت، وهذه كانت عندي باقا عندي من داك الاول خليته. هنا عندي الانجليش كيوكامبر، شنو نقولوا له حنا في المغرب فكوس، حتى هو كلشي هادشي انا ما تيبقاش عندي، تيدوز عندي 3 ايام تيتقادى، لان كنعصرو كي تتعرفوا كنخرج الماء ديال الخضره وتنشربوها ان شاء الله، كنديرها فطور ولا غدا ولا هذا. صافي هنا هاد الكرتونه اللي خوات لاحظت بان فيها التقابي، وانا نقول علاش لا اجي ندير فيها البصله ونخرجها للكراج باش هكا ما تشد ليش البلاصه في الثلاجه. البصله كتصبر، كي تشوفوا هنا عندي البصله ديك الصفراء وعندي البصله الحمراء، كتعجبني البصله الحمراء خصوصا دابا في الصيف مع لي سالاد كتجي ما شاء الله زوينه. صافي خديت من هاد الانواع بجوج نديرها ان شاء الله دابا في الكراج وتكون عندي موجوده. صافي هنا نفس الشيء غنديروا ان شاء الله البراكلي، البراكلي حتى هو يا ان شاء الله غادي ندير له هذاك القاعد تاع المطبخ، طاسه ديال الدجاج، وغادي نسد عليه مزيان بهذوك الغطاء اللي تيكون فيهم ديك الجلده في الجناب، هكا كنحافظوا على الخضره واحد المده طويله، وكان هذا ما كتدخلش لا حتى شي ريحه وما كتخسرش. الا مثلا انايا الخضره بقات عندي كمره مره كنحيدها من ديك الطاسه، كنحيد داك القاعد التحتاني ندير واحد جديد وكنعاود نرجعها ونسد عليها وكتبقى مزيانه. صافي هنايا عندي الخس كتجي هذه فيها والله ما عرفت واش 6 ولا 8، تما ان شاء الله غادي نديرهم انديفيديوال غنلويهم كل وحده بوحديتها ونجمعهم. هنا عندي الشيفلور
وحده غنخليها نقطعها نديرها في الفران، وحده بغيت نديرها رايس كاليفلاور على شكل الروز، دابا نشاركها معكم ان شاء الله. ودابا كندوز باش نشوف الخضره اللي باقا عندي اشنو اللي غادي هذا كي غندير نصاوبه. صافي السبانخ غنخليهم في الطاسه ديالهم لان تيبقاو متسعين وما تيخسروش دغيا في دوك الطاسات كبار. وهنايا السباراغاس الهليون، هذه احسن طريقه بغيت نشاركها معكم باش تحافظوا عليه مده طويله، هو انك كديروا في قرعه فيها الماء، والماء درت الماء معدني ماشي الماء ديال الروبيني، ولما يكون عندنا مفلتري حيت الماء ديال الروبيني كيكون فيه الكلورين، ما بغيناش الخضره ديالنا تشرب الكلورين وداك الشيء. صافي غنديروا هكا وسميتو وغنخلي النص ديالو غنطيبو مع هذاك الكروم ديال الشينوا، هما الخضره ديالتنا حنا اليوم ان شاء الله اللي غندير لهم العشاء. صاو درت هذاك النص في القرعه وغنخليه ان شاء الله هكاك في الثلاجه. الا نتوما الثلاجه ديالكم كتبرد من الفوق بزاف ولا هذا، نغطيه بواحد الميكه من الفوق ونخليوه باش نحتفظوا عليه لان الراس ديالو هو اللي كيخسر دغيا. صافي هنايا حب الملوك نفس الشيء، غادي نديرو توا في الطاسه هذه وغنسد عليه ان شاء الله مزيان. وهنا فين ما كنبغي نجبد نستعمل الخضره كنغسلها وكنديرها في الخل وكندير معها البيكربونات دو صوديوم ونغسل داكشي مزيان عاد كنستعملوه، ولكن ما كنغسلهاش ونديرها في الثلاجه لان كتخسر ليا دغيا. خصوصا دابا انا كنمشيو بزاف د الحوايج كنجيبهم من بلايص زعما غاليين بيو وداكشي ونغسلهم ويبقاو في الثلاجه تتخسر الماكله. هنايا صافي الشاتوليات المنظمات هادو غنخرجهم دابا للكراج حتى ان شاء الله نبغي نصاوب البانتري ديال الماكله وغادي ندخلهم عاوتاني. صافي هنا غنخرج للكراج باش نوريكم داكشي الاخر التقديه اللي كنت شريت. هنا كتشوفوا معايا كاينه الكوربه ديال هذاك الماء المعدني، كوربه ديال الماء ديال الشريب، خديت هاد الجافيل، خديت هنا واحد جوج تقريبا 6 لترو ديال الخل، هنا الباربيكيو صوص والكاتشوب، وخديت هنا هاد لاصوص حاره كيبغيوها ولدي. هنا الدجاج كي تشوفوا معايا كنت درت معكم داك النهار ربعه، وراه كل مره كنزيد. هذه اللوبيا كانت تقادات ليا ولكن انا دابا شريتها باش ان شاء الله نبدا نوجدها. هنا كنستعمل هاد النوع هذا ديال رويال باسماتي كيجي ما شاء الله زوين. وهذه هي اللوبيا هنايا خديت عطيك 25 باوند، هي 11 كيلو 11 كيلو 34 غرام ديال اللوبيا الحمراء. ديك ريد كيدني بينز صغيوره، هذه النيت هي هذه اللي فهاد القرعه. صافي خديت هنايا باش ان شاء الله نوجدهم في دوك القراعي ونقادهم باش يكونوا موجودين عندي. نفس الشيء هنا خديت هذا العدس، كتلف لي الهضره هنا مغاسلينه ثلاثه المرات مغسول وكل شيء يعني موجود منقي وكل شيء. حتى هو خديت 25 باوند اللي هي 11 كيلو و34 غرام، حتى هو نفس الشيء ان شاء الله غادي ندير ليه باذن الله. صافي هنا بقى لي التمر ان شاء الله غنديرو في القرعه ديالو، وهنا الزيت البلديه، وهنا الفيديو ديالنا غيجي على النهايه ديالو. غنقول لكم بسلام عليكم ونتلاقاو ان شاء الله فيديو قادم باذن الله. ما تبخلوش عليا بلايك وبسبسكرايب، مع السلامه.